والآن أعود بكم إلى المشاهد الحصرية من داخل مقر تلفزيون النهار. إذن زميلة حاسبة كلوش تحمل السيدة الكأس رفقة الزملاء في قاعة تحرير تلفزيون النهار. إذن هي صور مباشرة من قاعة التحرير بتلفزيون النهار نقلها لكم في مباشرة من مع سيد عمر غريب وزملاء في القناة. يأخذ صور تذكارية الآن مباشرة من قاعة التحرير. إذن السيد إذن كما تلاحظون هي صور مباشرة من قاعة التحرير للسيدة الكأس بعد فوز العميد فريق مولودية الجزائر على نظيره نصر حسين داي أمس أثناء مباراة بهدف دون مقابل من تسجيل عبد الرحمن حشود في الدقيقة 82. التبكير كانت المباراة التي انطلقت يعني أمس وكانت من نصيب مولودية الجزائر. كان ملعب 5 جويلية شهد توافد معتبر لأنصار الفريقين منذ الصباح الباكر، حيث تم فتح الأبواب للأنصار منذ الساعة 6 صباحا، وحيث توافد الآلاف من الأنصار أنصار مولودية الجزائر ونصر حسين داي لحضور المباراة التي انتهت بفوز العميد بهدف دون مقابل. إذن هي صور مباشرة من قاعة التحرير بالاحتفال مع فريق مولودية الجزائر إثر فوزه بالسيدة الكأس، هذا بفضل هدف الذي سجله عبد الرحمن حشود في الدقيقة 82. فهنيئا لفريق مولودية الجزائر على هذا الفوز بكأس الجمهورية في تاريخه الثامن.